بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي احمد مروان، مسن انت مزيرت نصغرو يشني ون اقليم تنغير كني دا نخدمات غن التعاونيه تر نسير المنتوجات انت مزيرت المجاليه دغي لا غور نغيان السيد نغيان غور نغضيف شرف غديون ديال المنتوج غيان غريب تمزيرت واخا غور نغلاك تمزيرت ورتسن مدنور داغي فاش خدمن انما لا مدناضني تخدمني وتغرضني او انت تعرفني تمزيرت غور نغدني سين الفوائد نس نيان غور نغ الكبار سمحتي كوني شتحيت غور نغ تايلا لوت انما الا غور نغ تمزيرت منذ زمان ولكن نور نسين الفوائد نس هذيك نكتشف ديال غار ناضنين دغيت دات التعاونيات الفلاحيه الخضراء دات سي المنطقه نوسفيت نيان ضيف شرف الغرفه الفلاحيه نجيات مراكش اسفي تويا غد الكبار نا جات تويا ينس الخل يان ديس بزاف الفوائد الصحه الا غور نغنا يتخلط من الحار يان لاصوص الحار سن كان الكبار يلي غور نغنا الا نس زيت الزيتون وليس اللي تيسنت يلي غور نغنا الا نس تيسنت دوامان هاد اللي كبرت غرس بزاف في الفوائد بالنسبه لنصحت البنات مريت تستعمل كاع ديال الحوايج تستعمل البيتزا تستعمل الاومليت تستعمل لي سالاد تستعمل دي سلمان تستعمل كاع ديال الحوايج دار نتمنى يمدنتين غير هذاك دونا دي زيرنا التعاونيات تغزير المنتوج نس عاودنا دينين اكثر خفوي دغنا المنتوج دار نتمنى التوفيق للجميع وشي التعاونيات اللي الناس نتمنى التوفيق دار نتشكر مدننا يسهرنا خفويا نشكر الاعلاميين ان غادي نخدم نخفويا باش هاد النيه والضوال غدا نطود مثلا لاشهار المنتج نتمازيرت وشكرا للجميع ومرحبا بكم.